أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقق حلمك معانا مع قناتكم الراقية الصحة والجمال. في بداية حلقتنا بنقدم تقدير وتهنئة لجيشنا وشعبنا ولكل رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، كل عام وأنتم بألف خير. حلقتنا النهاردة هي صالون ثقافي بنمد بيه ايد العون لكل الشباب وكل الموهوبين، بنساعدهم في كل مجالاتهم الموهوبين فيها، في الشعر او القصة او الغناء. بنقول لهم برنامجكم حقق حلمك معانا هيحقق كل احلامكم. وبرحب بزميلي الكاتب والروائي والمحلل السياسي الاستاذ صلاح ابو السعود. اهلا استاذ غادة. يا ريت حضرتك بقى تكلمنا كده في عجالة عن عيد الشرطة ومعرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني من حسن حظنا ان الحلقة النهاردة بتتزامن مع مناسبتين. المناسبة الأولى مناسبة قومية أو وطنية تتمثل في الاحتفال بأعياد الشرطة. نبذة كده تاريخية عن عيد الشرطة وليه عيد الشرطة يوم 25 يناير. يوم الجمعة في 25 من يناير سنة 1952 كان رجال الشرطة قام رجال الشرطة بمعركة باسلة في مدينة الإسماعيلية، عندما حاصرت القوات البريطانية مبنى محافظة الإسماعيلية وسكنات الشرطة بالإسماعيلية، وطلبت من الجنود والضباط تسليم أسلحتهم للجيش الإنجليزي، إلا أنهم رفضوا هذا التسليم. وتعجب ساعتها القوات البريطانية من هذا القرار، حيث أن لا يوجد تكافؤ بين القوات البريطانية وبين قوات البوليس المصري، فقدر عدد القوات البريطانية ب7000 جندي مسلحين بالأسلحة الثقيلة والدبابات والمدافع، في حين أن الشرطة لم تكن تمتلك سوى السلاح الخفيف، ورفضوا التسليم ودارت معركة طاحنة إلى أن توقف ضرب الشرطة بنفاذ ذخيرتهم مع إطلاق آخر طلقة. وكانت الإحصائية استشهاد 50 من ضباطنا الشرفاء وجرح أكثر من 80 ضابط وعسكري. وعند خروجهم من السكنات بعدما اضطروا إلى التسليم انحنى لهم قائد القوات البريطانية احتراما لهم وتبجيلا لهم، وقال لهم لقد أبليتم بلاء حسنا واستسلمتم وأنتم شرفاء وأبطال. لذلك علينا أن نشكر رجال الشرطة الشرفاء الذين قاموا بواجبهم في حفظ الأمن والأمان في مصر، ليس على مر التاريخ فحسب ولكن حتى الوقت الحاضر. هذه المناسبة الأولى. أما المناسبة الثانية فهي مناسبة ثقافية، حيث تنعقد الآن الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. فهذا المعرض نرى أن هناك مشاركة كبيرة جدا من دور العرض العربية والمصرية والعالمية تقدر بالمئات، ويرتدوا كل يوم آلاف الرواد، وهذا إن دل فإنما يدل على أن مصر ما زالت وستظل واحة الأمن والأمان. والنهاردة أنا سعيد أن أكون معكم، ليس ضيفا مثل ما حدث في الحلقات السابقة، ولكن من ضمن فريق العمل. ودعونا أولا أن أرحب بضيفينا الكريمين الدكتورة غادة شوقي، مدرب معتمد في التنمية البشرية والتنمية المستدامة وعضو الهيئة الاستشارية العليا بمؤسسة القادة. أهلا وسهلا دكتورة غادة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. ومعنا كمان موهبة ناضجة شابة مثال للشاب المثقف المهندس والشاعر عبد الرحمن الخولي. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. نخلينا نبتدي مع الدكتورة غادة، عايزة حضرتك تكلمينا عن تجربتك الإبداعية في تنمية ورعاية المواهب الشابة. طبعا بداية طبعا أنا يعني بقدم كل التحية والتقدير طبعا للقناة الموقرة، وبقدم طبعا التهنئة للشعب المصري كله بمناسبة أعياد الشرطة، ويعني الشرطة المصرية والجيش المصري اللي هو طبعا بيحمينا وبيحمي بلدنا، وإحنا كلنا إيد واحدة في مقابل إن بلدنا تبقى توصل لأعلى درجات من درجات التقدم والتطور. أكيد. طبعا بلدنا مش هتتقدم ولا هتتطور إلا إذا ركزنا على الشباب وركزنا على الجيل الجديد، ازاي ان احنا نأهله ان هو يكون قيادي في المستقبل. القيادي ده من خلال التنمية، من خلال تنمية الموارد البشرية. تنميتهم بتكون من الناحية الأكاديمية، ومن الناحية ان احنا بنشوف المواهب دي مش مجرد ان هي بتكون مثلا مواهب موسيقية او مواهب غنائية، لا، في ناس بتبقى فيها مواهب شعرية، وفي ناس عندها
يعني موهبه في الكتابه وفي الابتكارات، وفي ناس بيبقى عندهم قدره على الاختراعات، لما الاختراعات دي يعني نوع من انواع المواهب. اكيد طبعا احنا يعني احنا شايفين ان الشباب هو المستقبل، الشباب، ولذلك انا كعضو هيئه استشاريه عليا في مؤسسه القاده وكمديره احدى المدارس الدوليه بنهتم جدا بان احنا بنركز على الشباب من خلال ان احنا بنديهم دورات تدريبيه وبنأهلهم وبنشوف الشاب او ما بنقولش عليه شاب، اللي هو سن اصغر شويه، اللي بيكون عنده موهبه معينه احنا بندعمه وبنساعده وبنوصله لحد ما بيوصل ان هو يقدر انه يعني يستطيع ان هو يواجه المجتمع ويواجه يعني المستقبل اللي ان شاء الله هيكون مستقبل واعد بالنسبه لهم. يعني احنا بنشوف في معرض الكتاب دلوقتي يعني في شباب كتير كانوا مشتركين فيه، ويمكن دي كانت اول قصصهم اللي هم وهم مبدعين. طبعا الشباب اللي احنا بنهتم بيهم مش ممكن ابدا حد يقدر يعني يشوفهم او يقدر ان هو يقدر يوصلوا لحد الا عن طريق التدريبات والتدريبات الموارد البشريه، تنميه الموارد البشريه وتنميه العامل البشري. طبعا دي بتبتدي من سن الصغير على فكره، مش من سن الشباب، دي بتبتدي من سن الفصول الصغيره. بتلاقي مثلا في يعني اطفال صغيرين عندهم مواهب في الكوره، اطفال صغيرين عندهم مواهب في الموسيقى، اطفال صغيرين عندهم مواهب في الالقاء وفي الشعر، كل دي لازم احنا كمؤسسات احنا بندعم هذه المواهب. وطبعا ولازم الاباء والامهات في البيت يكونوا عارفين ان هذا الابن عنده مستقبل كويس لو تمت تنميه هذه الموهبه. تمام، يعني كده نقدر نقول التنميه البشريه لها سقف معين بالنسبه للسن؟ لا طبعا، التنميه البشريه ملهاش اي سقف معين، احنا بيفضل الانسان يتعلم لحد نهايه عمره، سيبقى الانسان يعني يتعلم ويفتح الكتاب ويقرا ويشوف ويطور في نفسه. هي التنميه البشريه عباره عن ايه؟ عن تطور. الانسان مش مفروض ابدا يقف عند سلمه معينه او عند نقطه معينه، لازم كل ما بيوصل لدرجه معينه لازم يفكر ايه الدرجه اللي هياخدها بعد كده. عمر ما في ابدا في سقف للتنميه البشريه يعني ولا للطموح. ان التنميه البشريه مستدامه، التنمية البشرية تنمية مستدامة، ولذلك التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 اهتمت جدا بالتنمية البشرية وتنمية العامل البشري، لأن مهما كان مهما عملنا مشروعات ممتازة ومشروعات مكلفة بالمليارات ومشروعات قوية جدا. وطبعا يعني أنا بقدم التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني طبعا سيادة الرئيس عمل مشروعات رائعة وقومية، ومشروعات ما كانتش أبدا ممكن تتم قبل 100 سنة فاتت. تمام. ولكن مهما كانت قوة هذه المشروعات وما كانش في العامل البشري القادر على إدارة هذه المشروعات بطريقة حديثة وطريقة مواكبة للعالم اللي حوالينا، عمرنا ما هنتقدم. إحنا لازم نتقدم بتنمية العامل البشري. احنا النهاردة بنتكلم في روبوتس، بنتكلم في كان في مؤتمر الشباب الأخير كان موجود فيه الروبوت صوفيا دي. طبعا النهاردة وصلنا ان العامل يعني الإنسان الآلي بيبتدي يحل محل العامل البشري، رغم ان الإنسان الآلي ده مين اللي اخترعه؟ البشر. تمام، بس دلوقتي احنا خلاص عندنا قدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وبناء الإنسان طبعا أهم من بناء الإنسان رقم طبعاً. واحد رقم واحد لأنه هو العمل الأول في البناء. بالزبط. جزيل الشكر دكتورة غدا. ننتقل للمهندس والشاعر الأستاذ عبد الرحمن الخولي، يا ريت حضرتك تكلمنا عن تجربتك الثقافية والشعرية. والله في البداية أنا يعتبر من سنتين ما كانش لي أي علاقة بالقراءة والثقافة عموما إلا من خلال الدراسة، يعني كنت بذاكر زي أي طالب. يعني من فترة بدأت أن أنا أقرأ في مجالي، ودي كانت رقم واحد بالنسبة لي، مجالي الهندسي. فبعد كده الموضوع تطور أن أنا زي ما الدكتورة غادة قالت بدأت أقرأ في التنمية البشرية، بدأت أقرأ في الموارد البشرية عموما، بدأت أقرأ في علوم الإدارة، سواء كان علوم الإدارة ككل بقى تسويق وبيع ومبيعات. بدأت أقرأ في مجال علم النفس، حبيت مجال علم النفس جدا، لقيت نفسي فيه أكتر، لدرجة ان انا حاليا ان شاء الله بفكر ان انا اعمل دراسات فيه ان شاء الله باذن الله. انا حاليا طالب ماجستير كلية هندسة جامعة طنطا، ان شاء الله باذن الله هيكون ليا تجربة مع علم النفس،
حتى بدأت أقرأ الكتاب، يعني إن شاء الله في 2019 قريت 83 كتاب ما شاء الله. هم في البداية يعتبر مش عدد كبير قوي بالنسبة لي، بس بالنسبة لقبل كده من سنة أو سنتين بالضبط كان زيرو، أنا ما كنتش بقرأ كده. أنت كده عملت طفرة يعني مش قوي. فبدأت أقرأ في كل العلوم، يعني سور الأزبكية ده يعني يعتبر صديقي الشخصي أو المكان المحبب اللي أنا بروح له. فبدأت كل شهر تقريبا بروح هناك. معرض الكتاب برضو لما اتنقل بدأت أروح لمعرض الكتاب، فبدأت أن أنا أثقف نفسي أكتر بالقراية أكتر. لقيت نفسي عندي دراية بحاجات كتير قوي كانت غايبة عني. بس هي دي الفكرة، يعني حتى في بعض الناس دخلوا وقالوا إزاي بدأت، فاللي عايز يبدأ يبدأ بالمجال اللي بيحبه الأول، يبدأ بحاجة قليلة ما يبدأش بحاجة كتيرة، وبعد كده الموضوع هيستمر معاه، هيلاقي نفسه اتنقل من مكان هو كان فيه لمكان أفضل تاني خالص. تمام، ده بالنسبة للتجربة الثقافية. بالظبط. نتكلم بقى عن التجربة الشعرية. التجربة الشعرية والله أنا لقيت نفسي ليا ميول إن أنا أقرأ شعر، ليا ميول إن أنا أكتب. فبدأت أكتب في البداية كان شعر فصحى. تم نشر ديوان ليا، ديوان اسمه إيمان في معرض القاهرة الدولي، كان 2019. وبعد كده بدأت أقرأ. هو ما كانش ليا حظ السنة دي إن شاء الله، لكن إن شاء الله السنة الجاية يكون ليا حظ. في ديوان جاهز إن شاء الله هيتم نشره إن شاء الله في 2021 إن شاء الله بإذن الله. فبدأت إن أنا أكتب، تنوعت ما بين الكتابة الفصحى شعر حر والشعر بالعامية، لأن هو منتشر قوي في اليومين دول يعني. أكيد. طب في حاجة جاهزة مع حضرتك دلوقتي تلقاها علينا؟ أكيد إن شاء الله. بقول طبعا أول ما شفتها فبقول لها: لما شفتك ملت قهرا مش بكيفي، لما شفتك ملت قهرا مش بكيفي، لما كان إيماني خوفي، لما قلت وجف جوفي، لما قلت وانت قلتي، لما ملت فاتقلتي، فانت بهت لحد شوفي، انت جنة في ركن داري، انت آية أو معايا أو حنين وقرار وغاية، انت نجوى، انت هجرة الأرض كافية، أرض مداني بأمان بعد خوفي في أرض جان، انت سبيل في آخر غاية، انت جزء من البداية، انت روح وانت بوح، انت سلباني الجروح، مد أوصالي الكفاية، مد حبل متين ما بينا، كسر حاجز بين شروخه، انت وصف لكل شيء، انت كنية للسلام والأمان والحنان، تقدر تخلينا ميل أو تعيش في دور هزيل، وقت مأوى جنب منك، أو لأنك عارفة إنك أقوى مني فأنت أقوى، منع ضعفي أنت ضعف الكل حب، تقدر تخلينا هد كل عقدي، فأنت سري، أنت قلبي، ابني قلبي، بيتنا قوة، بيكي أقوى، بيا مأوى، بينا نقوى للملاذ، بينا نقوى عالفلاذ، نبني سد أو نمد كل عاشق كل ناشئ، انت يا ست البنات يلا بينا نبني أسرة، نبني فكرة ان مش بس الرجال هم أقوى، عرفيهم ان حواء نص دين، انها في الشدة قوة، صورة في كتابه الجليل، انها الحبل المتين. ما شاء الله، جميل جدا. وان شاء الله نشوف لي حضرتك دوان ان شاء الله في السنة الجاية في معرض الكتاب بإذن الله، وبالنجاح لنجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن. استاذ غدا، دلوقتي أنا أحب أنتقل لزميلي تاني أستاذ صلاح أبو السعود، الكاتب الروائي والمحلل السياسي. حابة أسألك عن أهم القصص والروايات اللي حضرتك قمت بكتابتها ومشاركتك في معرض القاهرة الدولي للكتاب. هو الحمد لله في دلوقتي مجموعة قصصية في معرض القاهرة 2020 بتحمل عنوان حفيد إبليس. دي مجموعة قصصية عبارة عن 10 قصص قصيرة. الهيد بتاع طبعا حفيد إبليس بيكلمنا عن الوضع اللي صار إليه البشر دلوقتي ودور الأبلسة دلوقتي، هل هو دور إيجابي مثل ما كان في قديم الزمان، ام تغير هذا الدور في الوقت الحاضر. وبالنسبه للروايات الاخرى تم طبعاتها طبعا طبعا بالنسبه للروايات الاخرى في طبعا طبعات جديده من روايه دي ان ايه، طبعا دي روايه بوليسيه، وفي طبعه جديده برضو من روايه على مذبح الاله، دي روايه بتتكلم عن الارهاب واسبابه وكيفيه مكافحته. اما الروايه الاخيره فهي بعنوان بطل من الجنوب، وهي رواية سياسية لكن موضوعها في إطار كوميدي. طبعا مش عايزين نحرقها ونتكلم أكتر من كده، خليها مفاجأة للمشاهدين بإذن الله. إن شاء الله.
طب وحضرتك شاركت بايه في معرض الكتاب؟ السنه دي هو المجموعه القصصيه ده الازدار الجديد، اول طبعه في معرض الكتاب، والطبعه الثانيه من بكر الروايات دي ان ايه وعلى مسبح الاله وبطل من الجنوب. يا ترى الاطفال ليهم نصيب من كتابات حضرتك؟ الحمد لله، وفي طبعا 20 قصه للاطفال من وحي كده ودمنا، يعني استنبطنا من وحي كده ودمنا قصص فيها حكم وعبر للاطفال، طبعا مع تحديث الاسلوب حتى يتناسب مع عقليه الطفل في الزمن الحاضر، طبعا بعيدنا عن الاسلوب القديم لان طبعا الطفل مش هيفهمه، فطورناها وحدثناها وحدثنا بعض الاحداث حتى تكون مناسبه للعصر الراهن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب سؤال تاني بقى، اتفضل. ايه علاقه حضرتك محلل سياسي، وايه وصلك ان انت تكتب قصص وروايات؟ والله ولا دي موهبه من الصغر؟ لا، هو في الاساس اصلا انا محامي للنقد والدستور العليا، فطبعا المحاماه احنا بندرس طبعا سياسه في الكليه، بندرس سياسه وعلوم سياسيه، فطبعا التحليل السياسي لا يبتعد كثيرا عن دراستي في كليه الحقوق. هذا من ناحيه. بالنسبه للكتابه الروائيه يعني انا من الصغر، يعني ابتديت اكون مكتبتي من وانا تقريبا عندي 12 سنه، قرات العديد والعديد من الروايات، يعني اعداد صعب ان انا احصرها طبعا، فشغفت بهذا. يعني اول محاوله لي في كتابه القصه كنت تقريبا في سن الثامنه، تطورت معايا وكنت كاتب حاجات كتير طبعا وشايلها على جنب، لكن بدات اطبع بالفعل الروايات بالفعل وكتب وقصص الاطفال من عام 2016. دي كانت البدايه الحقيقيه للطباعه بقى للظهور. تمام. الله ينور على حضرتك. ربنا يخليك، شكرا. طبعا مش هنتكلم كتير عن برنامجنا حقق حلمك معانا. برنامجنا بيدعم كل المواهب الشابه، وفي البدايه احنا كلنا بنحتاج دعم في كل المجالات. اي حد أو أي طفل أو أي شاب عنده موهبة، دي دعوة لي من خلال برنامجنا إنه يشارك معانا ويعرض علينا موهبته، وإحنا إن شاء الله بإذن الله هنكون سبب دعم ليه وده سبب نجاح ليه. برنامجنا حقق حلمك معانا دايما معاكو وليكو ومنكو. دلوقتي أنا حابة أسأل أستاذ صلاح أبو السعود سؤال أخير. اتفضل. ايه راي حضرتك في المواهب الشابه الموجوده في الساحه اليومين دول في كتابه القصه؟ لا في كتير. حضرتك كاتب روايه. لا في كتير طبعا، نماذج طبعا مشرفه جدا جدا، بس وطبعا في نماذج يعني لسه قدامها وقت طويل استعجلت على النشر، يعني في نماذج كتير جدا استعجلت على نشر اعمالها فعلا. كان لازم تاخد وقت اكتر من كده. وكمان في يعني حاجه ظهرت جديده، القصه العاميه، عاميه سردا وحوارا، يعني يا ريت يا جماعه نبتعد عن هذه الكتابه، لان العاميه طبعا لغه جميله وكل حاجه، بس مش عايزين نطغى على لغتنا العربيه الفصحى اكتر من كده. يعني ممكن انا بقول للكتاب الجداد لو انت حبيب العاميه اكتب السرد بتاعك باللغه العربيه الفصحى، وبالنسبه للحوار ممكن تكتبه بالعاميه. انا اصلا بتبع الاسلوب دوت، وده اسلوب يوسف السباع واسيب يعني كتاب كبار. انما تكتب روايتك بالعاميه سردا وحوارا ده شيء يعني يا ريت يعني تحترس وتتحرز منه. اكيد طبعا. سؤالي للاستاذه دكتوره غاده، حابه اعرف اخر مؤلفاتك او مشاركاتك في المجال اللي حضرتك متخصصه فيه. إيه والله انا بهتم جدا طبعا، يعني ازاي ان احنا نوصل للجيل كل ما هو جديد. اهتمامي دلوقتي بالتحول الرقمي وازاي تكون المناهج مناهج رقميه وازاي استخدامها بالطريقه دي، لان الفتره زي ما حضرتك عارفه وزي ما كلنا عارفين دلوقتي ان احنا على نقطه تحول كبير جدا اللي هو التعليم الرقمي او التحول الرقمي، واحنا ابتدينا في الموضوع ده فعلا. يمكن سياده الرئيس بدأ مدينة بورسعيد بقت كلها رقمية، احنا بقى يعني اهتماماتي في الموضوع ده ازاي ان انا اطبق حاجة زي كده في المناهج التعليمية، بحيث زي طبعا ما تفضل حضرتك وقلت ان احنا لازم نوصل المعلومة لأبنائنا وللجيل باللغة اللي هم يقدروا يفهموها، لان اللغة اللي احنا تعلمنا بيها أصبحت دلوقتي مختلفة تماما عن اللغة اللي هم بيتعلموا بيها. هم دلوقتي أسهل حاجة عندهم استخدام التكنولوجيا، أسهل حاجة دلوقتي ده في يعني حاجة تانية يعني حابة أن أشير إليها، إن هم بيتعاملوا بلغة الفرانكو أرب، ودي اللغة اللي احنا طبعا يعني دي ظاهرة موجودة، وإحنا بنرجو إنهم يعني يتوقفوا تماما عن الموضوع ده علشان لغتهم العربية الجميلة حتى اللغة الإنجليزية بالنسبة لهم ما تبقاش مدمرة. أصالة الشعب المصري في اللغة العربية. وحتى اللغة العربية
بتختلف عن جميع اللغات. أولا هي لغة القرآن، ثانيا هي لغة الإحساس. لو سمعتي أي يعني حوار باللغة العربية بالتأكيد الإنسان بيحسه غير لما يكون باللغة الإنجليزية. أكيد طبعا. متشكرة جدا دكتورة غادة. العفو، ميرسي. سؤالي للأستاذ عبد الرحمن شاعرنا العظيم. أولا بشكر حضرتك على القصيدة اللي حضرتك قلتها لنا، جميلة جدا ورائعة. تسلمي. وعايزة أعرف آخر حاجة أنت قريتها أو آخر كتاب أنت قريته. تمام. وإيه اللي استفدته منه؟ تمام. في البداية أنا حابب برضو أنصح أي شاب في سني إن هو يقرأ في مجال التنمية البشرية والموارد البشرية عموما. المجال ده هيفيده جدا. أنا يعني داخل في سنة تقريبا بقرأ في المجال. في كتاب كويس جدا يعتبر تنمية وتطوير للذات اسمه استخدم عقلك. في كتاب ازاي ترسم خريطة لعقلك. في كتاب مثلا اسمه مدمن توتر. دول أكتر كتب أثرت فيا قوي. الكتب دي بتحفز قوي الشباب حتى على المستوى وهم بيذاكروا. مثلا زي كتاب مثلا استخدم عقلك ده، في ميكانيزم رهيب كده بيعرف الشاب أو بيعرف القارئ طبيعة عمل مخه البشري وإزاي يقدر يدخل المعلومات للسبكونشس والكونشس عموما أو العقل الباطن، بيدخلها بصور مثلا. ففي ميكانيزم كويس جدا أنا يعني بقول لأي شاب أنه لازم يقرأ الكتاب ده، بالإضافة لكتب كتير. يعني الوقت أكيد مش هيسمح أن أنا أذكرهم كلهم. شكرا حضرتك جدا أستاذ عبد الرحمن. بقدم كل الشكر لزمايلي في نهاية حلقتنا، أستاذ صلاح أبو صوت، دكتورة غدا شوقي، أستاذ عبد الرحمن قولي. ألف شكر لحضراتكم جميعا. وفي نهاية الحلقة حابة أن نقول لكم ولكل المشاهدين، حلمنا مستمر معاكم وبيكم وليكم. برنامجكم حقق حلمك معانا هيحقق كل أحلامكم. ونشوفكم في حلقة جديدة. وكل الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الأستاذ شريف شعبان، رئيس مجلس إدارة مجلة المجتمع الطبي وصاحب الفكرة للبرنامج الرائع اللي احنا بنقدمه لحضراتكم، ورئيس تحرير البرنامج. وكل شكر لحضراتكم وحقق حلمك معانا.